امبارح في اجتماع مجلس المحافظين كان في رسائل مهمه وحاسمه بان الدوله مش هتسمح باي حاله تعدي على الاراضي الزراعيه مره تانية للقضاء على هذه الظاهره بقى اللي بتهدد مقدرات وحقوق الاجيال القادمه. فخلونا نفهم التفاصيل اكتر من الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. صباح الخير على حضرتك، وبرحب بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني ايه هي اهم رسائل الحكومه الخاصه بمنع التعديات على الاراضي الزراعيه؟ الحقيقه الرسائل واضحه جدا. احنا بنتكلم على امن قومي لمصر، احنا بنتكلم على الرقعه الزراعيه. الرقعه الزراعيه دي مش بتمثل ملكيه خاصه او ملكيه فرديه، انما هي في الحقيقه هي ثروه مصر الزراعيه. ثروه مصر الزراعيه دي هي اللي بتحافظ على الامن القومي المصري، لان هي اللي بتوفر امن الغذاء للمواطن المصري. صحيح. ايضا هي من احد عوامل التنميه الاقتصاديه الشامله للدوله المصريه، لان القطاع الزراعي بيساهم بشكل كبير جدا في الاقتصاد الكلي للدوله المصريه، يمكن مقرب من 15%، اضافه لان حوالي خمس الصادرات السلعيه بتبقى اصلها من القطاع الزراعي بشكل مباشر او غير مباشر، فده مؤثر جدا في الاقتصاد. ايضا القطاع الزراعي بيمثل اهتمام كبير، والرقعه الزراعيه بتمثل محور ومكون رئيسي في عمليه التنميه الاجتماعيه، وشايفين الدوله المصريه بتضخ مليارات 700 مليار جنيه في مبادره حياه كريمه عشان نطور حياه سكان المناطق الريفيه، فلو ما لقوش الارض اللي هيشتغلوا عليها واللي يعيشوا عليها واللي يجيب لهم الخير اللي هي مصدر رزقهم، هيضطر ان هو يحدث انهيار في هذا المجتمع، ويضطر ان هم يهجروا هذه القرى. الحاجه اتفضل يا دكتور. الحاجه الاخيره كمان ان احنا التنميه البيئيه ايضا والتنميه المستدامه بتعتمد في اساسها على فكره الزراعه، فالدوله المصريه بتضخ مليارات عشان تتوسع في المساحات المزروعه، فمش معقوله ابدا ان احنا نبقى احضرها بالاعتداء على الاراضي الزراعيه عشان نوفر لغذاء المواطن، وما نلاقيش الاراضي القديمه اللي بتزرع بقى لها 7000 سنه. نعم. دكتور محمد، يمكن في احدى الافتتاحات واثناء حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في توجيه مباشر بفكره عقوبه يعني بيتم ايقاعها على كل من يعتدي على الاراضي الزراعيه، متمثله مثلا في المنع من يعني الحصول على الدعم، وفعلا مجلس الوزراء اخذ قرار بده. امتى هيتم بقى حصر المتعديين وتطبيق هذه القرارات عليهم؟ الحقيقه في حصر موجود بيتم تطبيقه مع المحافظين، وطبعا احنا شايفين يعني الاجراءات دلوقتي، احنا بنتكلم في اجراءات رائعه جدا، لان العقوبه او الجريمه جريمه قويه جدا، ده بتاثر على هيبة الدوله في كل اركانها، في الاقتصاد، في المجتمع، في البيئه، في التنميه المستدامه، في الامن الغذائي والامن القومي للدوله المصريه. فالاجراء او العقوبه يعني جريمه شديده، والعقوبه عقوبه لابد ان تكون شديده. كان توجيه مجلس الوزراء كان واضح جدا، والتنسيق مع الساده المحافظين واضح جدا، وعندنا الاداره المركزيه لحمايه الاراضي اللي بتنزل بفرقها وبتنسق مع المديريات ومع الجمعيات، بتقوم بجهد كبير جدا لحصر هذه المساحات والتعرف على اصحابها، وان هم يحصروهم بارقامهم عشان يكون في اجراء رادع في هذا الشان. ايضا المحافظين بيقوموا بجهد كبير جدا للتنسيق مع المديريات علشان يتم التعاون مع حمايه الاراضي ولجان مشكله لهذا الاجراء. طبعا هيكون في منع من كل انواع الدعم، وكمان كان في تكليف صدر من دوله رئيس مجلس الوزراء للسيد الزراعات لاعداد مشروع قانون علشان نشوف امكانيه سحب قطعه الارض اللي بيتم التعدي عليها من مالكها، ويكون كمان اعتبار جريمه التعدي على الرقعه الزراعيه جريمه مخله بالشرف نظرا لاهميتها وخطرتها على المجتمع وعلى الاقتصاد. يعني حضرتك كنت بتتكلم عن التنميه المستدامه والتنميه البيئيه، واحنا كنا بنشوف دلوقتي على الشاشه منظر الرقعه او الرقعه الزراعيه كان قليل جدا مقارنه بطبعا الرقعه المبني عليها. فيعني هل اللجان بقى حابين نتكلم عن اللجان عشان عايزين نتكلم عن دور الحكومه القوي؟ يعني احنا عايزين دور رادع بصراحه. يعني هل اللجان دي بتساهم في حصر المسؤوليه الخاصه بحالات التعدي بدل شيوع المسؤوليه بين اكتر من جهه؟ طبعا هي اللجان دي فكرتها ان هي بتبدا تنسق مع حمايه الاراضي. حمايه الاراضي بيبقى دورها لها دور اصيل ودور كبير في فكره الحفاظ على الرقعه الزراعيه. طبعا لما بيكون عندنا وجود مجتمعي او تمثيل مجتمعي من اهل القريه ما بين العمد، ما بين المشايخ، وما بين اهل البلد، وما بين المسؤولين زي مديريه الزراعه والادارات الزراعيه والجمعيات الزراعيه، وايضا المحافظين، لان المحافظين لهم دور كبير جدا في هذا الامر، وجهاز الشرطه علشان يكون في تدخلات. الحقيقه المتعاونين والاطراف المتعاونه في هذا المحور اطراف كثيره جدا، لكن احنا عندنا تواصل مستمر بيحدث من حمايه الاراضي. وطبعا احنا كمان لتعزيز الدور المجتمعي احنا عملنا خط ساخن
لان المواطن نفسه بقى يعي اهميه وخطوره الرقعه الزراعيه. واحنا لما عملنا الخط الساخن الحقيقه انا كنت بشرف ان انا بتلقى اتصالات من المواطنين بيبلغونا وبيخطرونا لو في اي حاله تعدي موجوده، والحقيقه كل ده بنحوله للمختصين وبيقوموا فورا بتشكيل لجان والنزول على ارض الواقع واعداد تقرير واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. يعني والاجراءات القانونيه عندنا الحقيقه اجراءات رابعه جدا، لان احنا القرار مجلس الوزراء السابق ان احنا بنحول اي حد بيعتدي على الرقعه الزراعيه لايه؟ النيابه العسكريه هي المسؤوله عن التعامل في مثل هذه الامور. وايضا احنا ما عدناش بنرصد المخالفه ان احنا نقول في مبنى طلع في رقعه ارض زراعيه، ان موجود المعدات في الارض الزراعيه ده بنعتبره هو المخالفه، والمواطنين بوعيهم الحقيقه اصبحوا بيدركوا هذا الامر ويعلموا ان الارض اللي بيتم التعدي عليها دي هي كنز، واللي كنا شايفين النهارده ان هي قيمه العقار اعلى من الرقعه الزراعيه، ففي القريب العاجل جدا هنلاقي ان ده الارض الزراعيه دي هي الكنز الحقيقي اللي موجود، لان احنا الدوله المصريه متوسعه في اكثر من 5 مليون فدان، والفدان الواحد بيتكلف اكثر من 250 الف جنيه عشان يتم اصلاحه، غير شبكه الطرق، غير صحيح. كل المجهود اللي بيتم بذله في هذا المحور. ف يعني والارض بتبقى ارض لسه جديده، بيبقى انتاجها طبعا مش متساوي مع انتاج الارض القديمه اللي هي بتنتج بقى لها 7000 سنه. فمش ممكن ابدا هنسيب هذه الارض يتم التعدي عليها باي شكل من الاشكال. دكتور محمد، في الحقيقه احنا عندنا حلم، والحلم ده هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه، وعمر الحلم ده ما هيتحقق طول ما في اعتداءات على الاراضي الزراعيه تحديدا. وفي المقابل بنشوف زي ما حضرتك ذكرت، ويمكن شفنا كلنا على مرأى ومسمع من الكل، يعني اثناء افتتاحات اسبوع الصعيد اخر العام الماضي، شفنا الصعاب اللي بتقدر الدولة اللي هي تقهرها وتتغلب عليها من أجل توفير رقعة زراعية جديدة لتحقيق حلم الاكتفاء من هذه المحاصيل الاستراتيجية. إمتى نقدر نوصل للحالة صفر من التعديات على الأراضي الزراعية؟ احنا نقدر نوصل للحالة صفر أولا بنرفع درجات الوعي للمواطن. نعم. وده بيحدث بالفعل دلوقتي. تاني حاجة بيحدث من وجود حضرتك معانا هو النهاردة بالظبط، والاعلام الحقيقه بيقوم بجهد كبير جدا في هذا المحور. نعم. وكل وسائل المجتمع، واحنا كمان بنعمل وسائل تواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الخط الساخن، وكل هذا من اجل رفع الوعي وان المواطن يعي اهميه وخطوره الرقعه الزراعيه. لان احنا النهارده الدوله المصريه بنتكلم في دوله قوامها او سكانها 100 مليون او اكثر قليلا، عايشين على 9.4 مليون فدان، واحنا الحقيقه مجتمع شاب واكيد في زياده سكانيه بتحدث. صحيح. المواطن لازم يفكر، طب سنه 2030 مثلا، سنه 2050، ال 100 مليون دول هيبقوا كام مليون؟ طب احنا دلوقتي عايشين على 9.4 مليون فدان، طب احنا محتاجين في 2030 او 2050 يكون عندنا كام مليون فدان؟ فهنلاقي ان احنا محتاجين نتوسع ونزيد من رفعتنا علشان نقدر نصل للموقف اللي احنا واقفين فيه النهارده، او عمليه التنميه اللي احنا وصلنا لها النهارده، ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضروات. عشان زي ما احمد قال يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه، يعني ما نضطرش ان احنا نستورد حتى لو القمح حتى يعني، ويكلفنا عمله صعبه، فبالتالي دي حاجات هتوفر علينا عمله صعبه، هتوفر علينا فرص عمل اكيد، هتوفر علينا زي ما حضرتك قلت تنميه مستدامه للبيئه ومنظر جمالي كمان في الآخر يعني. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، كل الشكر ليك على هذه المداخلة.